انا اعتقد ان ده حاجه طبيعيه ان الممثل يحترم اللي بيقدمه للناس، والتقديمه للناس دايما ملهاش علاقه ان انت تعمل تغازل الشباك بس، انت كمان في المحتوى اللي انت بتقدمه. يعني تعمل فيلم يجي يعمل فلوس وكل حاجه، بس اهم حاجه لازم نفكر كمان في القيمه الفنيه. انا دايما عندي حماس او عندي طمع في حته ان انا مش اقل من مش انا يعني ان السينما المصريه مش اقل من السينما الاجنبيه خالص. هي مساله افكار واجتهاد وتمكين. الحقيقه وجود شريف عرفه استاذ كبير، وجود هشام عبد الخالق استاذ هشام عبد الخالق، الناس دي بتفكر بنفس الطريقه دي. هم عايزين يعملوا سينما مختلفه، سينما، وانا عندي الحته دي. يعني انا بغير جدا لما يقول لك عشان ده فيلم عربي او فيلم اجنبي، لا بالعكس، احنا ممكن نعمل الاحسن كمان. هي المساله كلها افكار وتنظيم وشغف للمهنه. الحمد لله من ساعه لما ابتديت لحد دلوقتي وانا عندي الحاله دي، فاتمنى ان هي تفضل موجوده. وجود الاستاذ شريف ووجود الاستاذ هشام يطمن اي حد ان هو بيعمل فيلم مهم. الاهميه بتيجي مش بس الايرادات، لا كمان اللي انت بتقدمه. فاتمنى ده يكون حاصل في الجريمه. سؤال اخير لحضرتك، يمكن فيك ميزه حلوه يا استاذ احمد، من بدايتك لحد اللحظه دي لو طلعت عملت اي حاجه في الدنيا الجمهور بيحبها، خاصه الصغيرين قبل الكبار، وده مش سهل. اصعب حاجه كمان انك توصل لقلوب الاطفال الصغيرين. ايه التيمه او ايه الحاجه اللي جوه حضرتك مخليك واصل بالشكل ده وبالصدق ده للناس؟ ولا حاجه والله خالص، هو فضل ربنا وكرمه، ويعني والصدق في اللي انت بتقدمه. بس انت مش محتاج اكتر من كده، وربنا هو اللي بيكرم في الاخر. مش فخوره بيك يا فندم.